نظام الأبنية الجديد محط اختلاف في وجهات النظر ما بين تنظيم المدينة بحسب الحكومة وتقنين القدرة الشرائية للشقق السكنية من وجهة نظر القطاع الخاص. لكن هي المدينة بغض النظر رفع القيمة لأربعين ضعفاً على بعض المخالفات، تحديد الطوابق والارتدادات وضبط الشكل العمراني، بين توجه للحد من المخالفات وآخر لتقليل العشوائية السكنية، هذا ما يحمله نظام الأبنية الجديد. المشغل من الأراضي المنظمة في المملكة لا يزيد عن 50% من المنظم، وفي بعض الأحيان 40-30% من المنظم، وحقيقة اقتصاديا هذه مشكلة كبيرة. الاعتداء على النسبة الطابقية والنسبة الحجمية كانت سابقا 180 قرش، الآن 100 دينار، إضافة إلى رسوم بدء المواقف، كانت سابقا رسوم المواقف على المناطق السكنية 360 دينار، الآن 3000 دينار، وهذا حقيقة مجحف ومبالغ فيه. جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان قيمت النظام بأنه عالة إضافية على كاهل المستثمرين في القطاع السكني والتجاري، إذ يقلل النظام من حجم الإنتاج والتوسع، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكلف والبيع. هذه الأرض لازم نستفيد منها بالقدر الأحسن والأفضل، من زيادة عدد الطوابق، من زيادة النسبة المئوية المستفادة، من إضافة بلاكين تجميلية حتى تشكل الراحة للمواطن، من زيادة روف أيضا على سطح البناء من ناحية تجميلية وللمساهمة في تخفيف كلفة السكن. أمانة عمان أكدت أهمية النظام للمدينة من جهة وقابليته للنقاش مع كافة الجهات من جهة أخرى. هذا النظام نظام حديث يتواكب مع حداثة المدينة ويتواكب مع متطلبات المواطنين وتخطيطه لمستقبل المدينة. ربما يكون هناك ملاحظات لأكثر من جهة من الشركاء في المدينة، أمانة عمان تعمل بانفتاح مع هذه الملاحظات. القطاع الخاص يقر أهمية النظام ودوره التنظيمي مع خفض الرسوم والمحددات الإنشائية، والحكومة تؤكد أهمية ضبط المخالفات والتعدي على الشروط الإنشائية، والنظام ينتظر إقرارا أو تعديلا.